طبابير طويلة في نحو 60 دولة حول العالم اجتمعوا حول هدف واحد وطقس سنوي شهير، شراء الهاتف الجديد من آيفون. لكن رغم الضجة الدعائية الكبيرة انخفضت المبيعات مقارنة بآيفون 15 في نفس الوقت من العام الماضي، والسبب وفقا لمحللين ربما لأن مميزات الذكاء الاصطناعي التي روجت لها الشركة ليست موجودة حتى الآن. في هذه الفقرة نراجع سلسلة هواتف آيفون الجديدة، المميزات الجديدة في الكاميرا والصوت وكفاءة الأجهزة مع صديق البرنامج النشيط جدا أحمد النشيط. صباح الخير. صباح الخير أحمد. لكن المغني الكندي The Weeknd صور فيديو كليب لأغنيته الجديدة Dancing in the Flames بالكامل عبر هاتف آيفون 16 برو. كيف كانت الصورة؟ نتابع. مش بطل. أول شيء رحب فيك أحمد مرة أخرى، وأكيد معنا حالياً يعني في هذه الفقرة اللي أكيد الكل مهتم فيها. أولاً انخفضت المبيعات مقارنة بآيفون 15، وهذا الشيء متوقع مو بس الذكاء الاصطناعي، كمان المنافسين اللي نزلوا الهاتف المطوي والأشياء الجديدة اللي فيه. الكل نزل في نفس الوقت. بالضبط. ونشوف الإعلانات في كل مكان على السوشيال ميديا على كل شيء. اليوم اللي أعلنوا فيه أبل جهازهم، اليوم اللي بعده كل منافسين أعلنوا عن ميزاتهم الجديدة، أعلنوا عن تخفيض في أسعار، أعلنوا عن أشياء جديدة مثل شفناها مع كل الشركات الثانية. بس أحمد مو هيك الحال كل سنة؟ هالسنة أحس أن المنافس صارت أشد، خصوصاً أن العالم كله صار متوجه إلى الكاميرات. شفنا هاي الشيء مع كل الشركات اللي عندنا إياها من سامسونج إلى هواوي إلى أكيد أبل. لكن الشيء اللي خلى نقول انخفاض في المبيعات أعتقد أن الخوف من الطوابير. يعني في طوابير في كل شيء، بس الطوابير كل سنة أن تقدر تنتظر في الطابور وتشتري. هالسنة لا، لازم تعمل بري أوردر، وهاي الشيء اللي قلل من المبيعات بشكل كبير. أن طريقة تنظيمهم إلى عملية البيع، وأعتقد أن تقنينهم إلى موضوع أن كيف قاعدين يوزعون. لو تروحي إلى أي شركة في السعودية على STC أو على موبايلي أو على أي شركة ثانية وتحاولين تطلبين، مو موجود لمدة 3 أسابيع إلى شهر لما تحصلين على الجوال. ففي نقص بالجوالات خصوصا في منطقتنا الحين بسبب كمية الطلب اللي صارت على الجوال، خصوصا أن عندنا أكثر من جوال نزل هالسنة كذا نوع. طيب لكن الذكاء الاصطناعي ما نزل إلى الآن في الجوال، ينزل الشهر المقبل. هو أهم شيء إنه أعطانا الجوال الحين. طيب. والميزات اللي فيه. الجوال جاهز على الأبل إنتليجنس، فكل الجوالات اللي عندنا إياها من الـ 16 العادي إلى الـ 16 برو ماكس كلهم تتحمل خلينا نقول قوة الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع الـ A18 chip. نطينا جيل كامل من الشيبس بس علشان نحصل على شيء مناسب. فإذا عندك برو 15، برو 15 ماكس، أو 16، أو 16 ألترا، أو 16 برو، أو 16 برو ماكس، هو مغري جدا للترفيه. فبالتالي كتير غريب أنه نزلت مبيعاته، لأنه فعليا محبين آيفون دائما هم اللي هذا الوعي. يا حنين في وعي صار. هلا انت شهادتك مجروحه بالذكاء الاصطناعي، بنعرف انك انت خايفه من الذكاء الاصطناعي. لا مو بس كذا، بس عموما انت بتقول انه الطوابير خفت عشان كذا، لا حتى الحجوزات خفت. يعني هذا كمان بناء على منصه ميديوم اللي قالوا حتى الحجوزات خفت لهذا الجوال. عموما قبل ما نتكلم في التفاصيل وندخل على الانبوكسنج من التيك توك، اختبر عدد من المستخدمين كاميرا هواتف ايفون 16 وخصوصا زر التحكم الجديد في الكاميرا. نتابع بعض المقاطع. هو مش زر، نشوفها حتعلمنا عليه انت بعد شوي. شوف زر التصوير في هواتف الايفون 16 الجديده كلها، البرو والبرو ماكس، نضغط عليه يفتح الكاميرا ضغطه واحده، ناخذ
صورة، ضغطتين يفتح لنا الحساس نقدر نزوم نقرب نبعد. لما تبدا تستخدمه بيختفي الانترفيس بتاع الكاميرا، ممكن تضغطه ضغطه عشان تصور صوره، ضغطه طويله عشان تبدا تصور فيديو مباشره، او كمان ممكن تستخدمه عشان تعمل زوم ان واوت وتتحكم في حاجات كتير جدا في الكاميرا بمجرد انك تعمل سلايد عليه. ممكن يحتاج منك شويه تعود، بس فعلا بستخدم الايفون في شغل وما الى ذلك، ده هيفيدك جدا جدا. كاميرا بالضبط يقول المصمم. طبعا الايفون الجديد 16 متميز فيه، انا اقول هو الزر، احمد النشيط يقول كاميرا كنترول، في الاخير هو زر، هذا هو الزر يا جماعه. لو تشوفين اي مقابله لكل خلينا نقول الاكزيكتيف او الرؤساء التنفيذيين حق شركه ابل، كلهم مأكدين ان هاي مش زر، هو كاميرا كنترول، هو حساس سر. يعني هو بضغط عليه بينضغط يا هاي مش ضغط، هاي هبتك يعني على التاتش، على اللمس وكل لمسه راح تفرق معك، يعني كل ضغطه راح تكون. التقنيين دول مشكله. لان عندنا زر ثاني، عندنا الزر القديم معروفين. جربي تضغطين عليه، اضغطي على هاي زر، وجربي تضغطي على الثاني زر. لا مش زر، لا اضغط على هو زر. احمد طيب خلينا نعمل انبوكس للايفون الجديد مباشره هنا على الهواء في صباح العربيه. هذا ايفون 16 ايش 16. اللي هو ايش 16 العادي، كاميرتين العادي. بس 200 اعتقد 256. لازم افتحه من هنا من حركات. شفتي يا ريم، يعني محبو ايفون بيوقف على الطوابير، احنا اجانا عنا على الهواء. وبالرغم اني لست من محبي الايفون، ولكن راح نجرب نفتحها. الله، اللون مره جميل صراحه، الوانه زاهيه بهذا الالوان. الالوان اللي عندنا اياها، عندنا هنا ديزرت تيتانيوم، واللون اللي عندك اياه انا عندي عمل الوان تيفاني. تيفاني صح مظبوط، يعني صراحه الجهاز انا اول واحده سويتها. طيب الجهاز انيق صغير نوعا ما، حجمه معقول. جربت تمسكيهم مع بعض. هذا ايفون 16 ايش برو ماكس. برو ماكس الفرق مهول بالحجم، مهول. والشاشه كبرت على من البرو ماكس القديم اللي هو 15 الى 16 عندنا اياه. الفرق اعتقد 2 انشز، يعني تحسين فيهم. والفرق في البطاريه كبرت في الجهاز. طيب بالنسبه لمقارنه الكاميرا هنا في 16 وال16 برو ماكس، تشوفين عندنا هنا ثلاث كاميرات، هنا عندنا كاميرتين. الشيء اللي خلى الكاميرتين يكونون فوق بعض هي السبيشال فيديوز اللي هو حق استخدامنا حق نظاره الابل فيجن برو، اللي الناس إلى حين أكيد ما وصلتنا بشكل رسمي في الوطن العربي، لأن ما تقدر تشترينها لحد الحين، بس كل الأشياء قاعد تجهز. تقدرين تسجلين الحين صوت سبيشل، ولأول مرة مع الجوالات تقدرين تصورين صور سبيشل اللي هي تصير كأنها 3D موجودة، وتقدرين تستعرضينها. بس هذا ما كان موجود قبل. ما كان موجود، كان حتى على البرو ماكس 15 برو ماكس الكاميرا اللي عندنا إياها بس تصور فيديو. والحين عندنا وقت ندخل على ندخل على الكاميرا عندنا سيت اب ليتر. اي انا لعبت لك في الكاميرا. انت لعبتي لعب. اوكي عندنا هنا سبيشال مود، في السبيشال مود راح يخلينا نسجل فيديوهات سبيشال من نفس الكاميرا، وبعد في نفس الوقت نقدر نختار عندنا هنا الاوبشن اذا نبي نصور صور او نصور فيديوهات. اول كان عندنا بس الاوبشن نضغط ضغطه موجوده في الشاشه الطبيعيه. يعني صار مفهوم كيف ويك اند عمل ميوزك فيديو كامل عليه. ذا ويك اند اللي عمله شبك يو اس بي وحط هارد درايف، وشفنا في خلف الكواليس استخدم الكاميرا كانها كاميرا وصور برو. وقت تصورين برو تقدرين هاي. والشيء المميز اصلا ليش انا هذا قاعد استناه يشتغل، اخذ وقت طويل صراحه عشان طب بس انا عندي سؤال بس، يعني ممكن المميزات الاهم هو عمر البطاريه. عمر البطاريه والكاميرات، الكاميرات اختلفت بشكل كبير، خصوصا ان الكاميرات الحين اللي عندنا اياها من 16 العادي الى البرو ماكس كلها كاميرات احترافيه وكاميرات تساعد خلينا نقول بالتقاط الصوت. يعني عندنا الحين مع البرو ماكس تقدرين تصورين برامج كامله باستخدامها، وشفناها الحين مع ذا ويكند شلون طريقه تصويره حق الفيديو كليب، وشفنا الحين ان كيف في ناس قاعدين يستخدمون الايفون عشان يصورون افلام. فان طريقه ان استخدام اليو اس بي وان تصورين وتسجلين على هارد درايف متنقل معك، هاي الشيء اعتقد راح يحدث لنا ثورة. شفناها مع البرو 15 والحين نشوفها مع البرو 16 وال 16 برو ماكس. اخترت لك اللغة العربية يا سلام. وبرضه ارجع اصمم واقول الجديد في هذا الجوال هو الزر الجديد اللي احمد يسميه ايه؟
تسميه ايش؟ الكاميرا كنترول. كاميرا كنترول هابتك. كاميرا كنترول هو 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 كاميرا كنترول بس ابل يسمونه بشكل عشان نكون مع بعض يسمونه بالعربي ايش؟ بالعربي شنو بسوي؟ سو تبر اصبعك لضغط وظائف الكاميرا. يس زر وظائف الكاميرا هو مش زر خليتيني اسميه زر مش زر انا انه دقيق تقنيا جدا المشاهدين والمستخدمين كلهم راح يسموه زر اعتقد ان الكل الحين بيشوفني في الشارع بيقول لي احمد ايش رايك في زر ايفون جديد هو مش زر انت عموما انت وقفت طوابير ولا حجزت لا جاك هديه جن هديه انا من عفو طيب شكرا لك احمد النشيط المهتم في صناعه المحتوى التقني لوجودك معنا اليوم الان مشاهدينا الى موجز لاهم واخر الاخبار مع الزميله حنين شكرا يا ريم